عيونك عيونك يأمروا علي وينهون. اهلا وسهلا بشار، وسعداء جدا بوجودك معنا، خصوصا هاي اغنيتك يعني لقت اصداء وردود فعل كتير حلوه. بس اول عرفنا على حالك. بشار الجواد، عمري 23 سنه، من لبنان. اهلا وسهلا يا بشار. بشار، انت بديت ببرنامج غنائي ذا فويس وانطلقت، فصرت مشارك باكثر من مسلسل عربي واغاني لمسلسلات، فمين عم بيدعمك وكيف عم بتشق طريقك بهذا العمر الصغير وعم توصل لهاي النجاحات؟ انا اول شيء بدي اقول انه بصحي بس معلومه صغيره، انه انا غنيت شارة مسلسل وحده، هي كانت شارة الختام، كان شارة البدايه بغناء ملحم زين، نعم. وشارة الختام كانت غنائي انا. اللي عم يدعمني هو عم يشتغل معي مدير اعمالي اليس معان، اللي هو كمان المخرج تبع الكليب وتبع مسلسل العوده اللي غنيت له الشارة. كثير حلو. بشار، انت من المواهب اللي لفتت كثير الانظار بالفعل بشهاده مجموعه من النجوم الصف الاول. الموسم الرابع من ذا فويس القى الضوء عليك وعبرت عن حالك فنيا، وكان هناك دعم، وخصوصا اذا بنذكر اسماء من الفنان عاصي الحلاني النجم طبعا. فحدثنا عن تجربه ذا فويس وقديش بتعطيك هذا الوهج من الاضواء والشهره، ومن ثم ننتقل للاجتهاد الشخصي. برنامج ذا فويس هو ما في شك انه من اهم البرامج، برامج مواهب اللي موجوده هلا حاليا على الساحه. كان حلم انه انا فوت على برنامج ذا فويس، وتحقق حلمي بال 2018 الحمد لله. وطلعت على المرحله الثانيه اللي هي المواجهه، ما كثير طولت بذا فويس انا، ما كثير كانت نعم. بس الحمد لله كان في قبول علي كثير الحمد لله، من اول حلقه وثاني حلقه. نعم. وهلا اجتهاد الشخصي يعني، ان شاء الله هيك عم شوي شوي عم نشق طريقنا بالفن. نعم. هو هذا اللي بدي اركز عليه، لانه ما شاء الله صوتك حلو وحضورك حلو بشار، فقديش عم بتلاقي الطريق عم بتكون حلوه ولا صعبه؟ لانه في كثير شباب لما يشتركوا ببرامج هالقد لها جماهيريه كثير كبيره وياخذوا هذا النجاح، بصير عندهم في نوع من الصعوبه ما بعد البرنامج، فعلى شو عم تعتمد وكيف عم بتكون الطريق؟ الطريق اكيد صعب يعني بالفن، انت عم تحكي فن كثير، هيدا طريق كثير صعب، واللي بده يسلكه بده يحط براسه انه خلص 100% يكون عاطي وقته لهيدا الطريق. مثل ما ذكرت قبل، انا ما طولت كثير بذا فويس، يعني طلعت حلقتين بالمرحله الثانيه، انا طلعت لبرا، طلعت من البرنامج، وكانت كثير صعبه اول ما طلعت. كان كثير صعب انه انا ابلش عمل او ابلش اعمل اغاني لحالي او اي شيء لحالي. اكيد مع الوقت صرت انا اشتغل على حالي اكثر، طور صوتي لحالي اكثر، تعلمت دق على الجيتار، تعلمت كذا شغله، طورت من حالي، والحمد لله اليوم هيك عم نفوت يعني، ان شاء الله هيك عم برسم طريق اللي هي طريق النجوميه اذا فينا نقول، ان شاء الله هيك شوي شوي الواحد لا ان شاء الله ان شاء الله انك تضلك ماشي بهاي الطريق وكمان بتنجح اكثر واكثر. بشار، شو اكثر الالوان اللي بترتاح تغنيها وبتحس انها هي انا بشار هون؟ في كذا لون، بس انا اكثر شيء برتاح فيه هو الجبلي. الجبلي جبلي الجبلي. طب شو رايك تسمعنا موال جبلي هلا هيك بدون موسيقى؟ اوف 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 عيونك عيونك يأمروا علي وينهون، يبدو بعطف ايامي وينهون، عيونك عيونك يأمروا علي وينهون، ويبدو بعطف ايامي وينهون، وعود
عليك يا منى روحي وين هون الجفا والله عداوي بلا سبب بلا سبب اوف يابا 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 اوف يا يابا اوف يابا يابا الله عليك الله يا عيني الله. عليك شو هالصوت الحلو الله يحمي لك هالصوت بشار ويحميك بعدني الصبح صوتي ما كتير لا 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 وبعدين وضعك تمام التمام وسماعة الكمبيوتر أكيد مش زي لما يكون سماعة بس مبين كتير كتير صوتك حلو رائع بشار أنت بتحب اللون الجبلي وشوفنا هلأ ترار يعني المفروض شوي هي رايحة لإيقاع سريع فلما اخترت هذا العمل وعم تتعاون مع أسماء كمان مهمة حدثنا عن الاختيارات وهل هي قريبة من لونك ولا عم نروح للإيقاع عشان هذا الدارج اول شيء انا هذه الاغنيه تيرارا هي بارتنرشيب مع يونيفرسال ميوزك مينا وكولابوريشن او تعاون مع الموزع الموسيقي اولويز ابريل وكلمات والحان زياد جمال نرجو لهم تحيه اكيد كلهم هذا العمل اول ما سمعته انا صراحه حسيت فيه هيك بيعطي مثل رساله تفاؤل وامل فكان من البديهي انه تكون الموسيقى بهذا الشكل اللي هي شوي مرحه فيها رقص فيها فهيدا كان الاختيار يعني مفروض انه بعدين بالاغاني الجاي حيكون في جو شعبي اكثر نعم. بس قريب شوي على هيدا اللون اللي هو رأس كمان لانه هيدا المودرن مثل ما بس بالفعل عمل حلو كثير بشار وخلينا نشوف انا وياك واحنا وياك ردة الفعل على هذه الاغنيه وقديش احنا بحاجه لهذه الطاقه خلينا نشوف نعم كلنا بحاجة لهاي الطاقة بشار الجواد بشار احكي لنا مين مثلا لمين بتسمع انت او منقول مين قدوتك او مين يعني دائما كل شخص بطريقه بيكون في قدامه شخص هيك بحس انه هو قدوة بيتعلم منه بس بيكمل بستايله الخاص مين قدوتك الي فترة تقريبا فترة الثلاث سنين بسمع ملحم بركات كتير الراحل ملحم بركات يا عيني اي نعم هيدا الشخص يعني أنا بحب كل أغنية صراحة نعم بشار كيف عم نشوف أو كيف عم بتقيم الأصداء لأغنيتك شفنا تفاعل كتير كبير من مختلف الشرائح العمرية إذا بدك فأنت كصاحب العمل هل الواحد بيكون راضي كيف بيلمس ردة الفعل نجاح الأغنية أصداءها من ناحية راضي أكيد راضي يعني أنا كنت موقع هيدا النجاح بس مش هالقد مش بهي السرعة اليوم كنا عم نعمل رقصة نحن صغيرة اللي هي التيرارا رقصة التيرارا سميناها نعم. هاي الرقصة عملناها كتير سهلة حتى الأولاد الصغار أو الكبار حلو. بالعمر يعملوها يعني تكون سهلة لهم عليهم يعملوها نعم. فاليوم الحمد لله قبل ما نطلب من العالم يعملوا الرقصة بلش يعملوا الرقصة فأنا حلو. كتير راضي عن الموضوع الحمد لله حلو حلو نعم خصوصا إذا بدنا نحكي بشار على الاختيار يعني أصعب مرحلة يمكن عند الفنان هو لما بده يختار عمل سواء من كلمة من لحن صحيح. من توزيع فأنت شوي شوي عم بتصير في عندك هاي الخبرة اختيار هذه الأغنية تحديداً بناء على شو هل عم تاخد رأي الناس اللي حواليك أو أنت حبيت جو الأغنية بشكل عام هاي الأغنية ما كانت بالحسبان أبداً يعني أنا كان بدي مفروض نزل غنية شعبية أكثر نعم. من كلمات والحان فضل سليمان وتوزيع عمر صباغ تأجل العمل من وراء الأوضاع اللي عم بتصير حوالينا نعم. هيدا العمل وصلني على التليفون وصلني على الواتساب اوديو حلو اول ما سمعته حسيت فيه هيك فيه حلو في رساله تفاؤل كثير حلو وامل بتعطي هيك شويه طاقه ايجابيه يعني انا من الناس اللي جربت هاي الطاقه اللي وصلتني هاي الطاقه يعني حلو. فحبيت كاول عمل انزل بهيك شيء بهالاوضاع نحن كلنا بحاجه لهيك شيء مثل ما قلت قبل والتصوير كيف كان تجربه تصوير فيديو كليب كمان اوف اصعب تجربه تصوير بحياتي كانت انا مفروض كنت على الان بالسعوديه مفروض اول ما اوصل على لبنان بلش تصوير وصلت على لبنان وسكر علينا لوك داون وسوشيال ديستانسينج ولازم تاخذوا اذونات تصوير صورت باجواء الكورونا الصعبه صحيح وكان المفروض يكون الفيديو اكبر من هيك بس مثل ما ذكرت سوشيال ديستانسينج كان المفروض ناخذ بعين الاعتبار كثير كان صعب نجمع الكاست كله سوا مع بعض وفريق العمل فتعذبنا كثير بالتصوير يعطيكم العافيه طيب بشار هلا يعني الوقت عم بيمرق ونحن ضلينا باللوك داون يعني وجائحه كورونا
كيف عم بتطور حالك وموهبتك بهاي الظروف؟ انا اول ما اجت كورونا كنت على الان بالسعوديه، ف بالسعوديه 24 ساعه حجر، مش مثل هون انه مثلا للساعه 8 بعدين بتفوتي على البيت وما حدا يطلع. بالسعوديه كنت كثير تعبان نفسيتي وهيك، بعدين لما سمعت الغنيه عن جد ما عم بمزح، اول ما سمعت الغنيه غيرت تفكيري، صرت اقول انه الايام الصعبه عن جد ما بتبقى حد يعني حد حتفل، فخليني اطور من حالي بهالفتره قبل ما يفتح البلد او يفتح كل شيء وكون انا جاهز موجود يعني صح. على الساحه. فكنت عم بتعلم جيتار، حلو جيتار، وعم برن صوتي بالبيت لحالي، والحمد لله يعني في عم شوف عم حس بالتطور بالذات يعني. حلو. بشار، بما انه كمان عم نحكي عن فتره الاغلاقات والحظر، هل عم تستفيد منها بالتواصل مع الجمهور، مع الجيل الجديد اللي متحمس على تطبيقات التواصل ومنصات التواصل الاجتماعي؟ عم بتكون نشيط وعم بتزيد من رواج اغانيك واعمالك؟ السوشيال ميديا كثير مهمه، يعني انا من قبل ذا فويس كنت موجود على السوشيال ميديا وما بحياتي وقفت، ودائما في تواصل مع الفانز، بس الكورونا اكيد زادت الموضوع، يعني زادت القعده بالبيت، زادوا اللايفات على الانستغرام، زاد التفاعل مع الفانز اكثر 100%. نعم. موجود على تيك توك، عشان هلا الناس اللي عم يحضرونا نقول لهم حتى يتابعوك، يتابعوا اغانيك، يتابعوا موهبتك، بيلاقوك على بشار الجواد، موجود على تيك توك؟ صحيح، موجود على تيك توك بشار الجواد. طيب نعم. انستغرام موجود. حلو. وبشار، هلا انت كثير حلو انك عم تستفيد من هذا الوقت وبتطور حالك، عم تتعلم جيتار وصوتك وهيك، ولكن ان شاء الله لقدام شو احلامك المستقبليه؟ يعني حلمي اوصل للعالميه ان شاء الله. ما حدا بيعرف شو الله كاتب ان شاء الله. اكيد ان شاء الله، ما في مستحيل لما يكون في موهبه واجتهاد، يعني اكيد بدها شغل. بشار، بدي ارجع شوي لتجربه ذا فويس بالوقت المتبقي. عاصي حلاني كان مصر انك تكون بفريقه، الاربع حكام لفوا الكرسي بحسب طبعا قوانين هذا البرنامج، فدعم الفنانين سواء خلال البرنامج، ايام البرنامج او ما بعد، هل كان في تواصل؟ هل كان في نصائح؟ شو بتتذكر من هذه التجربه؟ بكل صراحة بالوقت البرنامج كان في دعم أكيد من خلال عاصي الحلاني، أنا ما كنت عم شوف المدربين الباقيين لأنه كان مدربي عاصي الحلاني، كان في دعم منه معنوي، وكان دائما عم بيقول لي ما تخاف، كنت خايفين من الغنية الثانية أنا اللي هي على الليجارة غنيتها مع بتول، الصوت الرائع كمان بوجه له تحية. نعم. كنت خايفين شوي منها الغنية لأنه مش طبقة صوتي، ف كان دائما عم بيقول لي انه بس توقف على المسرح دائما تكون قد حالك، دائما ما تخاف، دائما ما ترجف، في دائما كان حكي معنوي يعني دعم معنوي. بعد البرنامج صراحه ما كان في تواصل ابدا، يعني ما بقوم حدا صراحه لانه كل واحد عنده حياته بالنهايه، انشغالات. صحيح صحيح، فلما طلعت من البرنامج ما في تواصل ابدا. حلو. طيب بشار، شو رايك تسمعنا شو كانت الاغنيه اللي خلتهم كلهم يلفوا الكراسي ويكونوا بدهم اياك؟ اوكي. غيبي يا شمس. اوكي يلا. انت عم تطلب مني اغاني على الصبح يعني؟ طب انا بقول لك احنا طماعين بصوتك، احنا طماعين، بس انت اذا بتحب تغني شيء ثاني اتس اوكي. لا لا يلا يلا غيب يا شمس. يلا. المالي عليهم عتب عتبي على حالي، وما الجدايل شقيت، وما الجدايل شقر، هي الخدت بالي. وغيبه يا شمس غيبه، قلب الكيبه ورد حبيبه، الله يقطع نصيبه لك يا القطع لنصيبة. هو غيب يا شمس غيبة، يما بالك بوراد حبيبة. يا عيني عليك بشار، كل التوفيق بمشوارك اللي ان شاء الله يا رب يكمل بخطوات ثابتة، بنحب نشوفك عندنا بالأردن كمان بمجموعة من الحفلات. اكيد 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 ان شاء الله. الله معك بشار، كثير انبسطنا بمقابلتك. الله معك، يعطيك العافية. شكرا بشار.